مين منكم بيأمن انه بعد فينا نحارب الفساد بلبنان؟ ما عم نكد. يوقف. لا جماعة تيت كلكم نضاف. اكيد مش عايشين بلبنان. طيب اذا كلكم بتأمنوا انه فينا نحارب الفساد بلبنان، حدا يفسر لي ليه الفساد عم يتزايد؟ حدا يفسر لي ليه لبنان واحد من أكثر 50 دولة فاسدة بالعالم؟ ما بدها زقف. أنتوا بتعرفوا إنه سريلانكا، بنغلاديش، الفلبين، أثيوبيا، الأردن، كل دول الخليج، زامبيا، موزمبيق، قبرص، كلهم أقل فساد منا؟ بس في ثلاث دول عربية مستوى الفساد فيها، معدل الفساد فيها أكثر من لبنان. العراق، اليمن، وليبيا. طيب هل لأنه لبنان بيخلق فاسد يعني؟ طيب إذا منخلق فاسدين لأن وإذا اللبنانية هن أحلى شعب بالعالم، إذا اللبنانية هن أحلى شعب بالعالم، لولا شوية زعران عندهم غطى سياسي، طب ليه ما صوتنا بيعلى على صوت الزعران؟ سمولي ثلاث مسؤولين تحاكموا بالعشر سنين الماضية، بالعشرين سنة الماضية، بالخمسين سنة الماضية. يا خيي ما بدنا لا نحاكم لا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا نايب، على القليل حدا من عائلته. طيب من شي شهر اشتريت بيت بالدين اكيد، ورحت تسجله بالدوائر العقاريه. معقول؟ رحت بكير على اساس اني مستعجل ما معي وقت ضيعه، تبين انه في 10 اشخاص مثلي ما معهم وقت يضيعوا. انطرنا بالاوضه، ما راح اصف لكم اياها، انطرنا بالأوضة شي نص ساعة ما حدا عيط لحدا، بس كنت رايح بهم رجعت بعشر هموم. في مرة قطارة حدي بس عرفت إني رح سجل بيتي قالت لي ضحكت، قلت لها ليه عم تضحكي؟ قالت لي يا ابني أنا ابني مثلك راح تسجل بيته، تعرف إنه دفع حق ساعة الكهرباء ثلاث مرات؟ قلت لها كيف؟ قالت لي اسمع، راح قدم الطلب، سجل، دفع الرسم، وقالوا له تكرم عينك بعد جمعة بتركب الساعة. رجع، مرقت جمعة، جمعتين، عتل هم، نزل على الشركة قال لهم يا عمي طيب مشي طلبي ولا ما مشي؟ قالوا لا طمن بالك استاذ الطلب مشي بس مش عم نلاقي ساعة. قال لهم كيف مش عم تلاقوا ساعة؟ قالوا ايه ما في ساعات مقطوعين. هلا شفع عليه موظف اخده على جنب قال له يا استاذ ادفع لك قرشين منخلق لك ساعة من تحت الأرض. طر الزلمة دفع وقالوا له بعد جمعة تركب الساعة. صدق الزلمة رجع على البيت نطر جمعة ما بين حدا. اتصل قال لهم حضيتوا بالساعة ولا ما حضيتوا بالساعة؟ قالوا له طمن بالك الساعة حضينا فيها بس ما في موظفين. فهم. قال له خيي ابعث لي حدا وأنا قال له حلويني مني. والله ما كذبوا يومين ببين الموظف. بيجي بيعطيه حلوينته بيقول له الموظف بيقول له بتعرف يا استاذ حبيتك بدك شكل لك دبوس بهالساعه لما تعود تمرك مزبوط.
قلت لها يا مدام يلعن الساعة، يعني دبوس ابنك عم بيكلفنا فوق المليار دولار دين كل سنة. وقبل ما خلص بتفز مرة تانية بينها وبين المرة الأولانية 10 سنين، بتعيط لها يا طنط أنا صار معي زيت الشيء بس بعيار المي، بدل ما يشكل لي دبوس عم فتح لي العيار. قلت لها الختيارة يهنيالك الشاطر ما يموت، طب ليش عم تشكي؟ قلت لها بس لأنه ما في 3 أشهر بيجي موظف بيقول لي ليكي أنا غيروا الموظف، هلا أنا موظف جديد ما لي عليها بيديك، هلا عيارك مشغول وإذا بدك ضل فتح لك إياه بده يكلفك دك. قلت لهم الله يستر أولادكم على هالتربية. وقت الأم بترضى بالفساد بتصير الأم بالعيار ودبوس يخبر الثاني. ما رح أخبركم على 10 أخبار التانيين اللي سمعتهم يلي بيوجعوا الراس وكلكم بتعرفون، على المتعهد اللي بيعرف الدولة كلها سوا وبيعرف كيف يضبط الدركة، يضبطوا بقرشين، وإذا ما ضبط الدركة بيتصل بالبيك، يلي بيدوروا بيتصل بالقاضي وبيضب الملف. أنتوا برأيكم مين بيسحق زقفة أكثر؟ البيك ولا القاضي؟ بصراحة الزقفة الكبيرة هي لكل واحد منا، لأنه لا البيك ولا القاضي ولا الدركة ولا الله بيقبض رشوة لو ما نحن بندفع له. هيدا الفساد عم بيكلفنا 10 مليار دولار سنوياً، يعني دوبل الموازنة إذا في موازنة، يعني 5 سنين بنوقف فساد نحن منوفي الدين العام يا جماعة. معلي بعد مرة بدي أطلب منكم تغمضوا عيونكم 3 ثواني وكل واحد منا يفكر إذا هو شارك بعملية فساد أو شايف حدا عم يعمل عملية فساد وما حكي. 3 ثواني. مين منكم شارك بعملية فساد أو شاف حدا عمل عملية فساد وما حكي شيء يرفع إيده؟ يعني أنتوا عم تقولوا لي إنه نحن الفاسدين؟ مش حدا غيرنا مجهول الهوية؟ لو كل واحد بيتطلع بالفاسد اللي فيه وما بيحط الحق على غيره ما كنا لم نهدر وقتنا ولا مصرياتنا ولا حياتنا وما حدا سئلين. انتوا بتعرفوا مثل انه سرقة منا شطارة، واللي بيسرق بلاده اليوم هيدا بينسرق من عمر ولاده، واللي بيسكت عن الفساد مش لازم بقى نسكت عنه. مشان هيك انا قررت بطل كون فاسد. انا مع مجموعة كتار من الشباب والصبايا قررنا ان نحكي، ان نتجرأ ونواجه. نحن بعد بنآمن انه فينا نحارب الفساد بلبنان. الصورة منا سودة، كتر خير الله بكل بيت في آدمي. بعد في الناس نضافة بلبنان، بالدرك في نضاف، بالمتعهدين، بالقضاة، بالموظفين، حتى بالسياسيين. نحن قررنا أنه نجمع كل هالناس ونعطيهم فرصة أنه يفضحوا الفساد. كيف؟ يلي بعد منه مأمن بالسيستام بس ضميره عم يوجعه، نحن خلقنا له بلاتفورم، ويب سايت ما اخترعناه نحن، اسمه I paid a bribe. لكل واحد منا بيشارك بعملية فساد أو بيشوف حدا دفع حق فساد، حق معاملة، بيفوت بيبلغ، أو حتى على آيفون أبليكيشن بيبلغ بيقول أنا دفعت عملت فساد بالإدارة الفلانية، ما يخبر منه هو، عملت فساد بالإدارة الفلانية ودفعت هالقد. نحن رح نعمل جداول بكل الفساد بكل الإدارات اللبنانية وننشرها لحتى إذا المسؤول ما بيعرف، لحتى إذا المسؤول ما بيعرف يصير يعرف، وإذا بيعرف وما عم يعمل شيء أنتوا تصيروا تعرفوا مين عم يسأل عنكم ومين مش سألين عنكم. أما يلي متجرأ أكثر وبالفعل طالع خلقه من الفساد وعنده قضية فساد كتير كبيرة، نحن خلقنا له دعم هاتف
بيتصل فيه علينا وبيشكي ونحن بنعطيه استشارة قانونية ببلاش وبنتبع له معاملته مع الإدارة وكمان ذات الشيء المسؤول اللي بيتجاوب رح نقول عنه واللي ما بيتجاوب شو رح نعمل؟ رح نحكي عنه كمان لحتى الناس تعرف مين سألان عنا ومين مش سألان. نحن ما رح نوقف هون، رح نخلق أونلاين نيوز بيبر، صحافة استقصائية بتروح بتنبش على الفساد وبتستقصي عنه لحتى نحد من ممارسات الفاسدين ولحتى نوضع القضاء وهيئات التفتيش قدام مسؤولياتهم. رح نفوت كمان الكاميرا الخفية على الإدارات لحتى كلنا نشوف وينن الفاسدين. هيدا كله ما بيصير إذا ما دعمنا قانون اسمه الحق للوصول إلى المعلومات. نحن صغناه وعم نعمل لوبينج هلا على المجلس النيابي وعندنا وعد إذا اجتمع المجلس النيابي إنه يتم التصويت عليه بهيدي الولاية. هيدا القانون بحد من استنسابية الإدارة في التعاطي مع المعاملات ومع المواطنين وبيوقف اعتباطيتها وبيكشف لنا كل المعلومات لنعرف كل حقوقنا على الإدارة وشو متوجب عليها تجاهنا. في قانون تاني كمان اسمه قانون حماية كاشفي الفساد، كمان نحن رح نضغط لحتى يتم اعتماده لحتى نشجع الموظفين اللي عم بيشوفوا فساد بإدارتهم يبلغوا عنه وما يتقاصصوا. سوا قادرين نحارب وحش الفساد. ما في شيء مستحيل على اللبناني. منشان هيك كمان أطلقنا توقيع على عريضة بدنا نجمع 60,000 توقيع، صرنا جامعين شي 15,000 اليوم، لحتى نطالب المسؤولين من رئيس الجمهورية لرئيس الوزارة لمجلس الوزراء لرئيس مجلس النواب للنواب لحتى يطبقوا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلي صوت عليها لبنان بال 2009 وبعد لحد هلأ ما عملوا شيء. وهيدا كله ما بيكتمل بدون ما نتكل على الشباب يلي هن عنصر النابض ضد الفساد. منشان هيك خلقنا بلديات ظل بعشرين بلدية بلبنان، هيدي إمكانياتنا لحديت اليوم. خلقنا بلديات ظل، دربنا الشباب ينزلوا على انتخابات حضرية، يقدموا برامج انتخابية، يديروا بلدية، يعرفوا كيف يصيغوا موازنتها بشفافية وبكل ديمقراطية وينفذوا برنامجهم الانتخابي ليصير عندنا قادة جاهزين ليستلموا مسؤولياتهم بالمستقبل. ورح نفوت على كل جامعة نخلق نادي ضد الفساد، برك الشباب بصيروا يتنافسوا بين بعض على محاربة الفساد بدل ما يتنافسوا بدون قصدهم على تغطيته. نحن اليوم عندنا 2000 متطوع، وأنا اليوم بصير بعتبر حالي إني صار عندي 3200 متطوع. دخلكم ما حدا سألني شو صار بمعملتي؟ بالفعل انطرت ساعتين ما حدا سأل عني، وإذ بطل واحد بقرب صبي بيقول والله شفق علي، طلع سمسار. قال لي استاذ اذا بدك تخلص معاملتك، وانا كنت مستعجل عندي شغل، قال لي رح تكلفك 2000 دولار. قلت له 2000 دولار؟ ليش 2000 دولار؟ قال لي هيني 300 دولار اجرة ايدي لاني رح شهل لك المعامله و1700 دولار لخفض لك القيمه التاجيريه. قلت له يعني عم تورطني بسرقه؟ هيدي السرقه عم تكلف لبنان فوق المليارين دولار سنويا. بس بيناتنا اضطريت ادفع له 300 دولار. رح تقولي عني انا كمان فاسد. وأنا بعرف في كتير ناس بيضطروا إنه يدفعوا معاملة، يدفعوا ليسرعوا معاملة. بس المادة 353 من قانون العقوبات اللبناني بتعفي الراشي من أي عقوبة إذا بلغ عنا قبل ما حدا يعرف، وأنا رح بلغ. إذا أمنا وبينا ورفقاتنا اضطروا وما كان عندهم وسائل يبلغوا عن الفساد اضطروا يستسلموا له، نحن ما عدنا مجبورين نستسلم له.
نحن يمكن ما نقدر نحط الفاسدين بالحبس، بس بدنا المجتمع ينبذهم. قولوا وراي ما. إذا بترفضوا تقولوا ما، ترفضوا الفاسدين. وهلأ مين منكم مستعد إنه يوقف معنا ويحارب الفساد؟ إذا يعمل معروف يوقف. شكراً.